ويمكن قبل ما نخرج فاصل وكنا بنتكلم مع الأستاذ ناجي الشهابي، من أهم أهداف الحوار الوطني الحقيقة فكرة مد جسور التواصل بين المواطن والدولة المصرية وأيضا الأحزاب، وفكرة أنه يكون في تفاعل من قبل المواطنين وهم يبدوا آرائهم في مختلف القضايا. شايف أنه الحوار الوطني منذ بدءه لأي مدى قدر أنه يحقق هذا الهدف؟ أعتقد خلال الفترة اللي فاتت دي كلها في الأول الناس ما كانتش لسه عارفة إيه الحوار الوطني، الحوار الوطني بيعمل إيه، يعني إيه حوار وطني، الرئيس دعا للحوار الوطني، لكن الناس ما كانتش فاهمة قوي. مع الوقت الحوار الوطني أثبت وأكد إن إحنا لا، ده إحنا في جلسات علنية فيها شفافية، جلسات علنية طالعة للناس كلها، الناس بتتناقش في مواضيع تهم المصريين كلهم، بتخاطب في كل فئات المجتمع مش فئة معينة، حتى بتتكلم في مواضيع في كل القطاعات اللي بتهم المواطن المصري اللي بيصحى الصبح يشوف لا انا شغلي النهارده في كذا، طب انا عندي كذا، طب انا الاقتصاد في كذا، الاستثمار في كذا، حياتي فيها كذا، كل المواضيع ناقش كل المواضيع السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. فالحوار الوطني خاطب جميع الفئات، جميع القطاعات، جميع المواضيع. وعايز اشيد كمان ان امبارح كمان المنسق العام دكتور ديار شوان قال حاجه مهمه جدا، قال ان احنا هيبقى كل المخرجات اللي طلعت لسياده الرئيس هيتم اذاعتها للراي العام، والمواطن المصري يعرف ايه التوصيات اللي خرجت بيها الحوار الوطني، ايه المخرجات دي، ايه عدد المخرجات، قال ان في عدد كبير جدا وتوصيات كتيرة جدا خرجت لسياده الرئيس، هيتم اذاعه التوصيات دي، هيتم ارسال التوصيات دي للراي العام واذاعتها للمصريين كلهم، هيعرفوا ايه اللي حصل في الحوار الوطني، ايه التوصيات اللي خرج بيها الحوار الوطني.